بتعرفي هاني بالذات انه بعد فتره رمضان خاصه الدوام فعلاً. يكون فتره قصيره، فعشان احنا نرجع للدوام الطبيعي هذا يمكن يسبب أكيد. صعوبه شويه أكيد طبعاً وربشه، يسبب صعوبه ويسبب ربشه، خاصه تنظيم ساعات اليوم وجدول العمل اليومي. طبعا احنا اليوم راح نتكلم عن نصائح للعوده الى النشاط ما بعد رمضان، قدمها لنا خبير تنميه ذاتيه الدكتور عبد الله الدرمكي. حياك الله دكتور، كل عام وانتم بخير. صباح الخير وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير ويا مرحبا بكم، وسعيد جدا حقيقي بتواجدي في قناه ام بي سي. واحنا الاسعد اكيد. دكتور لو بس تقول لنا كيف احنا نقدر فعلا نروح من دوام رمضان واجواء رمضان ونقدر احنا نرجع بكل طاقتنا للدوام الطبيعي. اكيد طبعا بدايه تعتبر حقيقه الاجازات والاوف دايز هذه يعني مرحله ممكن الانسان يعيد فيها نظره اتجاه الحياه، ولذلك ربما شهر رمضان يعني نجد فيه او هناك حقيقه سلوك او نظره نمطيه لدى الجمهور او مختلف الناس ان شهر رمضان نحن يعني ما نشتغل فيه، ولكن ربما يكون هذا الشيء صحيح، ونفس الشيء ربما يكون يعني مختلف في وجهه نظر بعض الناس، ولكن الناس الناجحين في هذه الحياه لابد ان فعلا يستفيدوا من هذا الشهر. صح هو كان مثلا فتره فراغ في فترات معينه، ولكن قبل ما ينتهي هذا الشهر هناك حقيقه خطوات دائما ينصحون فيها حسب ان نحن نتخذها ونشتغل عليها بعد شهر رمضان. طبعا اولى هذه الخطوات في البدايه اني انا اضع لنفسي حقيقه خطه عمل قبل نهايه الشهر، تعديل كذلك الساعات البيولوجيه. كلنا حقيقه في شهر رمضان اكيد اختلفت عندنا ساعات النوم أكيد. مثلا في النهار او في الليل وما الى ذلك. طبعا هذا بالاضافه الى اهميه كذلك ان نحن نغير كذلك من بعض العادات. ربما شهر رمضان نحن ابتعدنا حقيقه في من نمط الحياه العصريه مثلا الانستغرام او اليوتيوب او الجوجل او حتى ادمان الموبايل، فهي يعني ممكن تكون يعني شغله جدا ايجابيه بالنسبه لنا نحن بحيث انه نعيد تفكير اولوياتنا في هذه الحياه، ولذلك كذلك ترتيب الاولويات ووضع خطه عمل تعديل الساعات البيولوجيه حقيقه تعتبر من اهم النقاط اللي نحن لابد ان نركز عليها بعد شهر رمضان. نعم. دكتور الان ما بعد الشهر الفضيل كيف الانسان يعني يرجع، هل تنصح بالرجوع التدريجي الى الروتين السابق ولا يعني ممكن بيوم او يومين يرجع من اول جديد؟ اكيد دائما ما ينصح طبعا بنمط العمل التدريجي اللي تدرجا تدرجا نرجع نحن كعهد كسابق عهدنا حقيقه. ولذلك طبعا نبتدي مثلا يومنا بكوفي الصباح على سبيل المثال بحيث انه يؤشر حقيقه او يوصل رساله للجهاز العصبي عند الانسان انه خلاص هذا المنبه موجود وانت يجب عليك انك ترجع لطبيعه عملك. التدرج حقيقه جدا مطالبين فيه، نحن ما نبغي نرجع حقيقه بشكل مره واحده بحيث انه لا نصاب بالشوك او بالصدمه حقيقه، ولذلك مهم جدا التدرج في وضع خطه في البدايه اني انا ارتب اولويات عملي حقيقه اليوميه الصغيره، وما ننسى حقيقه يعني ان اهدافنا او اعمالنا او التاسك اللي نحن نشتغلها بشكلنا في اعمالنا اليوميه هي النقاط اللي توصلنا لتحقيق اهدافنا الكبيره. صحيح هذه ربما يعني مهام تراكميه، ولكن في نهايه المطاف في نهايه الاسبوع او نهايه الشهر تساعدنا في تحقيق اهدافنا الكبيره. جميل. طيب دكتور انت ذكرت انه احنا اول شيء لازم نقوم بهذه الخطوات تدريجيا. نعم بالضبط. وغير كذا انه احنا ننظم اولوياتنا خلال اليوم. تفضل. بس لو دكتور تكلمنا عن الاخطاء اللي ممكن احد شكرا لك. لو الاخطاء اللي احنا مثلا ممكن نوقع فيها اللي ممكن ترجعنا لورا. بالضبط. اكيد يعني هناك عده اخطاء ممكن الانسان مثلا يخطئ فيها حقيقه، هي على سبيل المثال ممكن تكون مثلا في عدم ترتيبنا لاولوياتنا او في بعض السلوكيات اللي ممكن نحن يعني تاثر في حياتنا اليوميه. طبعا كلنا نحن نعرف ان السلوكيات لو استمرت بشكل يعني خلينا مثل ايش دكتور يعني سلوكيات؟ مثلا خلينا نقول مثلا الادمان على جهاز الموبايل اليوم حقيقه يعني الادمان على جهاز الموبايل بشكل يعني جدا فظيع بصراحه، ياخذ من وقت الانسان، ياخذ من او يعمل استنزاف لطاقه الانسان حقيقه من نظر من سمع من فوكس حتى من يعني من مهامك اليوميه في عملك يعني. ولذلك انا اقول ان فعلا شهر رمضان كان فعلا شهر نحن ممكن يعني نبتعد عن نمط الحياه العصريه ونعيد ترتيب حقيقه اولوياتنا بحيث ان نرجع اقوى، نرجع افضل، ونرجع حقيقه بتميز يعني. طيب دكتور عفوا يعني موضوع التليفون هذا دائما احنا يعني في عليه ملاحظات وملاحظات على الادمان سواء في شهر رمضان او ما بعد رمضان، يعني
الآن دكتور ما هي الطريقة المثالية للتعامل مع هذا الجهاز؟ لأنه هو هذا بالنهاية مرتبط عملك فيه، تواصلك فيه، حياتك كلها. فكيف يعني أحساس إحنا ما نتكلم على شيء نقول إن هذا سلبي، ولكن إحنا أوكي نحتاجه، نقول إنه سلبي ولكن إحنا نتعامل معه. فكيف الطريقة اللي تشوفها أنت مثالية، خصوصا إنه فعلا ملاحظة إنه في شهر رمضان تكتشف إنه أنت عندك وقت فراغ يعني كثير. صحيح. في كتاب العادات السبع للأشخاص الأكثر نجاحا لستيفن كوفي تكلم حقيقة بشكل جدا مستطرد في موضوع العادات اللي ممكن تنجح الإنسان في هذه الحياة، ومنها حقيقة اللي هي ترتيب الأولويات. صحيح أنا أتفق معك إن اليوم أصبح جهاز الموبايل يعني حاجة ضرورية في حياتنا العصرية في 2018، طبيعة الحياة وتطور التكنولوجيا والتقنية وما إلى ذلك، ولكن لابد أنها فعلا تكون أولويات، تكون عندي أنا يعني تكون عندي أولويات من مهام رئيسية، من مهام ثانوية، من مهام عادية، وبالتالي أتدرج في تحقيقها حقيقة. صحيح الموبايل اليوم يستخدم في عملنا، في التواصل مع المجتمع، في مثلا هو دكتور التليفون صار أسلوب حياة يعني بالضبط. جهاز التليفون الآن كفيل أنه هو يشرك ويخلي الناس بالضبط يحبونك، وهو كفيل أنه ممكن يسقطك. صحيح. فهو يعني مسألة ما صارت أنه مسألة ثانوية أو أنه شيء مركون على جنب، صار بصميم الحياة. أكيد أنا معاك بصراحة والله. فاليوم الكل يعني قاعد يستخدم الجهاز لعمل هذا الشيء، ولكن أنا أقول لا أفراط ولا تفريط، ولا تفريط. دائما نحن نمسك العصب الوسط، صح ولا لا؟ صحيح. وبهاي الطريقة ممكن نحن نحقق الأدفانتج من خلال هذه الطفرة. ولكن إذا نحن استخدمنا هذه التقنية بشكل جدا مفرط، أكيد راح تكون هناك تبعات سلبية على حياتنا، على أسرنا، وفي النهاية أو في نهاية المطاف على مجتمعنا. مهم جدا حقيقة نحن نواكب التطور ونستفيد من الأدفانتج مالتها، ولكن آثار الجانبية أكيد يعني موجودة، ولكن ما أخليها تطغى علي وبالتالي تأثر على حياتي. نعم. إحنا نشكرك الدكتور عبد الله الدرمكي ونقول لك كل عام وأنت بخير. وأنت طيب. وشكرا على كل هذه النصائح، يعطيك العافية. شكرا دكتور. شكرا، كل عام وأنت بخير.